اسمع يا أخ التوحيد هذا الأزهري، لما سئل عن حكم تكفيرها والفرح بموتها ماذا أجاب؟ هكذا يريدون دعوة إرجاء فاحشة. يا وسيم اسأل أبنائك الذين في المدرسة، إن مات مكرون على كفره وإساءته لخرجتم تترحمون عليه وتقولون نوذ قدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم نشاهد المقطع تلو المقطع من الضلالات والعبارات الكفرية لهذه الهالكة؟ كنت أقول في نفسي ليت الإخوة لا يكثروا ويقتصروا في الأمر على مقطع أو مقطعين من شواهد كفرها عاملها الله بما تستحق، فالكلام قبيح جدا يا إخوة، وتالله تنفر من سماعه قلوب الموحدين. كنت أقول هذا في نفسي حتى فوجئت بتتابع أهل الضلال دفاعا عنها وترحما عليها واستنكارا لتكفيرها. اسمع يا أخ التوحيد هذا الأزهري، لما سئل عن حكم تكفيرها والفرح بموتها ماذا أجاب؟ اسمع. على فكرة أكشف لك سرا، أنا اختلفت كثير مع الطبيبة نوال السعداء السعداء، وقال بين يدي ربها، والله ربنا الحكم له وحده، إن شاء عفى عنها بفضله صح، وإن شاء عاقبها بعدله، ونحن كذلك، يعني ليس هي فقط، ونحن كذلك تحت هذه المشيئة. أنا لا أدافع عنها ولا أتهمها، أنا لا مدح ولا قدح صح. ليه؟ لأن ديني بيعلمني لا ننازع الله في اختصاصه، إن الحكم إلا لله، كتب ربكم على نفسه الرحمة، دي تعاليم القرآن يا سيدي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. من أدراك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويكأنهم عصابة، أعني المفتي وشيخ الأزهر وجمعة وعبد المعز، كل فترة يا أخي يخرج علينا واحد منهم يقول ما معناه أن الكافر قد يدخل الجنة، ويرددون أن الحكم لله ورحمة الله واسعة ونحو هذه الكلمات الحق، لكن يريدون بها باطل. يا هؤلاء صدعتم رؤوسنا بالمشيئة والمشيئة، نقولها لكم للمرة الألف، الكافر أخبرنا الله جل وعلا عن مشيئته فيه. يا من تحتجون أن الحكم لله، صدقتم، الحكم لله، وقد أخبرنا أن حكمه في الكافر هو الخلود في النار. يا قوم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن رحمته لن تنال الكفار، وهذا أمر محكم وقطعي. نعم تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، فكذبت يا أحمد كريمة، وصدق الله، صدق الله الذي قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فأن تأتي يا أحمد كريمة وتجعل الكافر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، شأنه شأن المسلم العاصي؟ هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب لحكم الله جل وعلا. القرآن يفرق بين المسلم العاصي والكافر المرتد. ألم تسمع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول لكم سبحانه أنه لا يغفر لمن يشرك به، فما بالكم بمن سب الله واستهزأ بالأنبياء واستهزأ بالشرائع؟ أما لكم عقول؟ هذا الذي نسمعه منك ومن أمثالك ليس إلا محاولة مكشوفة لتبديل كلام الله جل وعلا، ومحاولة تقديم دين جديد لا يتعارض مع دين الإنسانية. يا إخوة إنما يريدون دينا لا يخاف فيه المرء من وعيد الله، دين الإنسانية أعاذنا وأعاذكم الله، دين فيه الجميع يرجى له الجنة. طالما أنت إنسان تقدم نفعا دنيويا فأنت يرجى لك الجنة، على أي ملة كنت، أيا كانت علاقتك بخالقك فإنه يرجى لك الجنة. المسلم والكافر سواء، البوذي والمسلم سواء، الموحد المطيع لربه والملحد المتمرد سواء. هكذا يريدون دعوة إرجاء فاحشة، ولكن بإذن الله سنكون لها بالمرصاد. أنت يا أحمد كريمة أما مررت يوما بقول الله جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا؟ سمعت هذه الآية يا أحمد كريمة؟ الله أكبر، الله أكبر. نكمل. فأنا كنت أريد من الذين يعني يملؤون الدنيا صراخا أولا أن يكفوا عن التكفير. على فكرة المتسلفة وحدهم هم الذين يملؤون الدنيا صراخا بهذا، والحقيقة أنا ما جرحت مشاعرها في يوم من الأيام وما حكمت عليها لا قدر الله بتكفير، خطورة. ببساطة نحن لم نأ الدنيا صراخا حتى نشهر بما فعلته هذه الكافرة التي حاربت الله ورسوله. نعم ننشر مخازيها ليحذر منها ومن أمثالها. صعبة دي بلهجة أهل مصر، نملأ الدنيا صراخا ليكون هذا عبرة لغيرها من النسويات التي يقتفين أثرها، ننشر كفرياتها حتى يعلم القاصي والداني أن الله عزيز. اسمع يا أحمد كريمة، لما يكون المقام مقام إضلال للمسلمين فلا هوادة ولا مجاملة، لا معك ولا مع من هو أعلى منك. ثم تعال هنا،
ما لي أراك لما ذكرت السلفيين المسلمين تقول عنهم المتسلفة، أراك تعرض بهم وتشتمهم بلا تردد، إذا ذكرت تلك الهالكة عاملها الله بما تستحق، نراك تقول بورع بارد لم أجرح مشاعرها يوما ما. ما شاء الله، ما شاء الله على الأخلاق. أما السلفيين فاجرح كما تشاء، أعراضهم مباحة لك. لا والله ليست أعراضهم مباحة لك، لكنه الهوى الذي فضحك، تناقض فج ينبئ عن سوء الطوية. حسبنا الله ونعم الوكيل. وللأسف يا إخوة، نحو هؤلاء وأمثالهم من أصحاب المناصب وأصحاب العمائم كادوا أن يكونوا أكبر عائق أمام نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة بين العوام، لأن هؤلاء يلبسون ثوب أهل العلم ثم هم مهرة في التلبيس واللف والدوران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لكم الله يا أهل السنة والتوحيد، وأبشروا فإنه تعالى متم نوره ولو بعد حين. وسيم يوسف كذلك لم يضيع الفرصة، كتب في تغريدة فقال: حينما مات فلان ترحموا عليه، وحينما مات فلان ترحموا عليه، وحينما مات فلان ترحموا عليه، وحينما يموت مفكر أو أديب أو شاعر أو فيلسوف تخرج الفتاوى بعدم الترحم عليه، الجنة عندهم لفلان وعلان، حتى قال: وحاشا أن تكون الجنة كذلك. وأنا هنا سأعلق على نقطتين فقط. الأولى سخافة هذا الطرح وسخافة هذا التدليس، سخيف لدرجة أن غلمان المدارس. يا وسيم اسأل أبنائك الذين في المدرسة، اسألهم هل تخرج الفتاوى أن هذا أو تلك لا يجوز الترحم عليهم لأجل أنه مفكر أو فيلسوف، أم لأجل أنه سب الله وآذى رسوله واستهزأ بالشرائع والأحكام؟ سل ولدك يجيبك، سيجيبك بكل وضوح وبكل بساطة أن الكفر هو علة ترك الترحم عليهم، فما الذي تقوله وما الذي تكتبه؟ هناك سخف وضحالة في الطرح والعبارة، فأشفق على نفسك، أشفق على نفسك. الأمر الثاني يا إخوة، أما تلاحظون أنهم دائما يقرنون حكم الترحم علني على شخص وبين الشهادة له بجنة أو نار؟ فيا هؤلاء، من بادر وترحم على شخص ما لا يعني هذا أنه شهد له بالجنة وأنه أدخله الجنة يقينا، وفي المقابل من ترك الترحم العلني على شخص فلا يعني بالضرورة أنه يدخله ويشهد له بالنار. نعم، من مات على الكفر فهو في النار والعياذ بالله، لا يستغفر له ولا يترحم عليه، وهذا الترك للاستغفار والترحم عبادة وديانة وتقرب لله جل وعلا. وأيضا قد يترك المسلم الترحم العلني على شخص هو مسلم لكنه داعية للبدعة، فيترك الترحم عليه علنا زجرا للناس وتحذيرا وتنبيها على هذه البدعة، هذا من هدي السلف. لكن الشاهد أنه لا تلازم بين الأمرين، فانتبه. أسامة القوسي خرج وغرد وقال متكلما عن هذه الكافرة الهالكة، يقول: سين، فهل تترحم عليها رغم آرائها التي تخالفها فيها؟ جيم، قطعا نعم، فمن لا يرحم لا يرحم. ثم يكمل ويقول: رحم الله الدكتورة نوال السعداوي برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته. الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر ما قال. قولك من لا يرحم لا يرحم تريد به طبعا من لا يرحم الكافر لا يرحم، هذه حقيقة العبارة وهذا ما تريد بهذه العبارة. أعلم أن هذا من أبطل الباطل يا رجل، فعدم الترحم على الكافر أو الاستغفار له هذا دين، هذه شريعتنا وهذا إسلامنا إن كنت لا تدري. فإياك أن تضرب الوحي بعضه ببعض، إياك أن تقول هذا النهي عن الاستغفار يعارض الحديث الذي فيه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما الرحمة تكون حيث يريدها الله جل وعلا من عباده، لا حسب مزاجك وهواك وما تريد وما تشتهي. فإذا نهى الله جل وعلا عن اللين في موضع ما فيعلم الموحد أن هذا من تمام عدله وكمال حكمته سبحانه وتعالى. وإلا بفلسفتك هذه القائلة من لا يرحم الكافر لا يرحم، تفضل اعترض على قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا قوسي، تدارك نفسك فقد شارف العمر على الانتهاء. اتق الله، اتق الله في نفسك. إن مات مكرون على كفره وإساءته لخرجتم تترحمون عليه وتقولون من لا يرحم الكافر لا يرحم، عاملكم الله بما تستحقون. وآخر يتكلم بكلام الزندقة فيقول: رحم الله الدكتورة نوال السعداوي، كانت رائدة في مجالها ما شاء الله، وطرحت المسكوت عنه سواء في تراثنا أو إلى آخر ما قال. ثم قال: وداعا يا سيدتي الجميلة، سيدتك القبيحة هذه لو كانت على قيد الحياة لعملت لك بلوك لترحمك عليها، ولربما خرجت هذه القبيحة لتقول في مؤتمر: نحن النساء كائن لا يحتاج إلى رحمة ربه، يا هذا سيدتك القبيحة سبت الله وآذت النبي، سيدتك القبيحة استهزأت بالشرائع والأحكام، سيدتك القبيحة طالبت بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة معاكسة حكم الله جل وعلا الصريح الصحيح، طالبت بأن ينسب الطفل لأمه، وقال
قالت بأن نسبته لأبيه عنصرية مقيتة والعياذ بالله. سيدتك القبيحة زعمت بأن عقود الزواج من عقود استعباد واحتكار المرأة. سيدتك القبيحة هي التي قالت مستعلية مستكبرة مستهزئة بالحجاب. سيدتك القبيحة كانت تطالب بمنع التعدد وكانت تستهزئ وتقول بأنها تريد أن تتزوج 4 رجال. سيدتك القبيحة قالت أنا عقلي لا يسمح بأن ألبس الحجاب وأطوف، ثم قالت هذه وثنية، الحج هو بقايا الوثنية، هكذا قالت هذه القبيحة التي اتخذتها سيدة لك. سيدتك القبيحة اعترضت على قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، وقالت مستهزئة أنا حقول قل هي الله أحد. وأستغفر الله استغفارا كثيرا من هذا الكلام، والكلام في صحائفها السوداء كثير والعياذ بالله. ثم أنتم تترحمون عليها يا فجرة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم يا إخوة التوحيد، سجلوا في سطور التاريخ، في هذا العام هلكت الكافرة وفضحت معها كثيرا من الزنادقة. والله ما كنت أنوي أن أتكلم في الموضوع لولا ما رأيت من تكالب أهل الضلال لما ظهر بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض العمائم يترحمون عليها أو يشنعون على من كفرها، فكان لابد من هذا المقطع وهذه الكلمة إغاظة للكافرين وإغاظة لمن يتورعون عن تكفيرهم. فالحمد لله الذي أراحنا وأراح هذه الأمة من شر هذه الكافرة الهالكة. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو انتشار عقيدة الرومانسية، لن تجده في كلام أحد يعتد به، لا يجوز الزواج بها قولا واحدا. فهل يجرؤ الجفري ومن معه أن يقولوا لا نحبها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج علينا مؤخرا علي الجفري في منشور له يقول أحب السلفية والشيعة والإخوان والم